يلحق. عارف مين جاي هناك؟ الفنانة هنادي هاني أحمد محمد مهنة، فنانة مصرية ولدت في فرنسا في مدينة شانتييه. ايه يا لذيذ، في ايه؟ انت جايب المعلومات دي منين؟ مساء الخير. على فكرة انا عاملة لك فولو على الانستا. ربنا يخليكي، نورة الدنيا. ده بنورك، ميرسي. هو انا كان عندي ميعاد مع باشمهندس يوسف، هو موجود؟ ايوه طبعا موجود ومستني حضرتك جوه. حضرتك منورة الدنيا يا عروسة يا قمر. ميرسي، ده بنورك. قولي لي بقى، ايه الجواز حلو ولا ايه؟ والله لسه بقى هيبان. لا ان شاء الله حلو، انا متاكده. وبعدين احمد شاب مهذب ومحترم وشريك، يعني على ضمانتك يعني. ايوه طبعا على ضمانتي. قولي لي بقى، انا سمعت ان انتوا هتعملوا فيلم سوا، صح؟ اشاعه. بالظبط كده، هو فعلا لسه ما فيش حاجه. يبقى اكيد هتعملوا مسلسل سوا، صح؟ اشاعه. ما شاء الله، واضح ان حياتك مركز. انت غريبه، امال هتعملوا ايه سوا؟ هيطلعوا في صاحبه السعاده. فكره جديده دي وحلوه. الف مبروك يا قمر. الله يبارك فيكي. عقبالك. دعيلنا بقى ان شاء الله نحصلكوا قريب. لا ربنا معاكم. هو في قصه حب صح؟ يعني من طرف واحد. طب هو باشمهندس يوسف موجود؟ لو هو مش موجود على فكره اتس اوكي، ممكن اجي تاني. لا لا يا فندم، موجود ومستني حضرتك، بس وعد ناخد سيلفي بعد ما نظبط الميك اب. هو الميك اب فيه حاجه؟ لا لا، الميك اب بتاعي انا، اصل انا ما بحبش استخدم فلاتر خالص، بحب اطلع حقيقيه في الصور. اوكي لا خلاص، ظبطي انت الميك اب براحتك، وانا اوعدك وانا ماشيه هناخد صوره مع بعض. حاضر. النور هنا صح؟ اتفضلي اتفضلي عروسه يا قمر. ربنا يخليكي. احمد برضو وقع واقف. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.